Hey, what's going on, guys? Welcome to a new episode. And in this episode, we're gonna be taking a nice night ride around Penang Island, specifically the Georgetown. And there's gonna be some surprises towards the end of the video, so enjoy. Thank you.
والله انا مش فاهم شو عم بصير، شو عم بيسووا، شو عم بيعملوا، انا مش فاهم. بس وقفت اتفرج، يعني شكله شعار تنين ولا اشي. الحمد لله اللي هدانا الاسلام. What is this celebration for? This is our lunar July. July or July lunar. Okay, in the Chinese calendar. Yeah. Oh, so today is the first day. No, how to say? Like, wait, I'm present to you. طلع احتفال باليوم 15 للسنة القمرية الجديدة في الجدول الصيني. شو بيسوي؟ بولعوا هذا التنين، بولعوه وبعدين بيبدوا ايش، كتوا عليه فواكه. يعني بدل ما يطعموه من المساكين بيجي بكتوا عليها وبيحرقوا هالفواكه. مهم بولعوا هالشغلة، وفي اطفاء يعني، ومستعدين ومنسقين، يعني في تنسيق. يعني كل هذا اللي شفتوه هلا معمول بتنسيق مع الحكومة، وفي إطفاء على الجنب جاهزين. يعني هذا الكلام لو صار عندنا بالبلد يعني في حرب عالمية راح تصير. يلا تصبحوا على خير.